أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، كيف تقوى الهمة في طلب العلم؟ تقوى الهمة إذا صار عند الإنسان رغبة في طلب العلم وتفرغ له بالتفرغ الذي يكفيه، أعطاه الوقت الذي يكفيه، ووجد من يعلمه من أهل العلم. إذا توفرت الشروط التي تعين الإنسان على طلب العلم فإنه يقوى بذلك عزمه، والاستمرار أيضا، وأيضا الصبر على طلب العلم، لأن طالب العلم يتعب بلا شك ولكن يصبر، فإذا صبر أعانه الله عز وجل. يصبر على مجالسة العلماء، يصبر على المذاكرة، يصبر على التعب. السلف الصالح كانوا يسافرون المسافات البعيدة طلب العلم وتلقيه عن العلماء والمحدثين، ويرتكبون الأخطار والفقر والحاجة، كل ذلك من أجل طلب العلم. فإذا وجدت العزيمة الصادقة والنية الطيبة فإن الله يعين المسلم على طلب العلم مع الصبر أيضا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فلا بد من الصبر، الاحتساب وإخلاص النية لله عز وجل، اكتساب الأجر عند الله. نعم.